هذايا كان حديد جديد كان مع السياس ما يتهزش الحديد يقجوه يقصوه ويهزوا يبيعوه بكيل الكنترول وينو ما فماش خانا بلديه احنا ما عندناش بلديه كانت غازون البلاصه هذه كانت غازون فيها سنتاج كانت هي سنتاج شجر كل مره تطير شجره وسياج كل مره يطير قرياش هاك شو فيه ارتاح البيت هذه المحروقه هذيك تدخلوا لها الصغار تفسد فيها غادي كل نعم الصغار تفسد ارتاح النقبه ذيك صورها النقبه ذيك يدخلوا غادي ذري بنات اولاد ويزطخوا ويعملوا الدنيا كل زب الدوله وين الدوله وين عليه علاش جي في وقت علاه ما نسيبوش البلديه تدور في لينج قبل كانت بواحد بغل وكريت الدور في لينج وتعب تو ما عادش الكماين ما عادش الدور في النهج 50 متر وانت ترقدي وانت تحطي بدون الزبله بالجمعه تقعد تدعود الدود يمشي بالجمعه تقعد تدعود الدود يمشي تمشي القدام في الحي في الحي في الكياس الزبله تو ما عادش ذكرها بالتعدى ولا بشر يتعدى في الكياس تو انا بط بالموتور ما فهم حتى الزبله في الكياس مأساة يكدسوها في النهج نهج رئيسي نهج رئيسي يحطوا فيه في الزبله في الكياس تو انا بط حتى واحد مساكين ما عادش يتعدى يتهبط امراه ولا راجل كبير عقاب الليل هنا في البلاصه هذه بالضبط يخرجوا منها ويخرجوا منها يتبركوه ياخذ تليفون فلوس اللي يجي ما فيها حتى شيء حتى بوطوزه وما فيهاش اي هذا ليسي اي هذا ستاد هذا مكتب هذه منطقه خضراء منطقه خضراء وهذا شنو هذه منطقه خضراء هاي المنطقه الخضراء هذه هي المنطقه الخضراء هاك شوف فيها هذا نورمالمون تو كان جات الدنيا دنيا البلديه ما ثماش ملاهي هي في المنطقه تكره مانيش تعمل عليهم في كريانها مانيش هذا تتكريه مانيش ويحافظ عليها الكريه ماهوش حافظ عليها ما يخليهاش هكا ما هو ما تعرفش شنو هكا كانت لابس عليها اغسل كل مره يطير منها باب مره واحد يد مره بريير مره كذا هكا شو خزر لك باش هذه البقايا نتاعها هذا هو عندك بها تعرف شنو حتى تعرف شنو حتى الشجر كل مره تطير شجره مش بقوه ثلاث شجرات هذه كانت مزروعه شجر؟ كانت شجر بالطبيعه هذه شجر هذه منطقة خضراء وصرف عليها البلدية راه صرف عليها فلوس صرف عليها هي صرف عليها فلوس هذه البلدية مالا شكون اللي سيجها هذا هذه سيجتها البلدية راه وين السياج هذا المقاول السياج هذا هكا تعرف شنو شوية من الناس وشوية من البلدية وغزر تراكس وين وصل فضلات هذه باش تهز ما تهز بالتراكس بالتراكس تراكس كل مرة داخلة بشوي بشوي وغزر وين وصلت بالنسبة باش ما نظلموش الناس الكل اسمعني هي تعرف شنو من ستات من رومبوان هذه تتبع المهلة والاخرى حيت ضامن بنينا من السكان ما تنجميش واحد جاي هاز بوبالها من غادي جاي مش طايش انا مش تعرض له يقول له لا مش طايش في حيت ضامن ما تجيش هكا ولا هذا علاش علاش ولات مهمشه هكا البلاصه قلت لهوة كان لا اكثر قلت لهوة من شكون من صلات المعنيه بهيش مين قلت لهم صلات المعنيه كلم على الحديد درتي الحديد هذا كلم كلم انت هاي بر هاي بر نهاركم زين ريتي ريتي الحديد بتاع اللي سي اخسريه اخسريه ما غاديك حتى اللي غاديك نحوه سرقوه وباعوه العسياس بتاع اللي سي وين وينو المسؤول هنا الزبله تشوفها البر في الليل ما تلقى حد شيء الصباح اخذوا انت جاي مول اكتظاظ هذاك تاع السكن وريد دخل بيت المدير راك النقبه ذيك ريتها البيت هذه المحروقه هذيك تدخلوا لها الصغار تفسد فيها غادي كل نعم الصغار تفسد ريتها النقبه ذيك صورها النقبه ذيك يدخلوا انسى وذكر غادي هذه تابعة اللي سي هاو اللي سي فيه مدير هذاك اللي سي فيه مدير هذاك اللي سي فيه مدير وهنا يدخلوا غادي الذري بنات اولاد ويزطلوا ويعملوا الدنيا كل زب الدولة وين؟ ما عندوش عسياس اللي سي دار قيس سعيد وين؟ هاني غادي دار قيس سعيد الزبلة مش هنا بركة راه برا يدور تلقاها تحت الحيوط بلدي ما زمش معناها خربت خربان هذايا كان حديد جديد اخزر كان مع السياس ما يتهزش الحديد يقجوه يقصوه ويهزوا يبيعوه بكيلو والكنترول وينو ما فماش خانا بلديه احنا
ما عندناش بلدية. لا عنا بلدية ولا عنا مسؤول يجي لهنا تمشي تشكي يقول لك دبر راسك. معناها الحديد هذا الكل يتسرق. الحديد هذا الكل قلعوه وسرقوه. والبلدية؟ والبلدية ما ذمش. تهب كالادات البلدية هات الفلوس. هات زبل وخروبة، وين الزبل وخروبة؟ بلديه موجوده، اما ها مش ما نظلموش الناس، شهر فضيل هذا ما نظلموش فيه الناس، بلديه موجود وكل يوم تهز وكل يوم تخدم. بلديه ما تعملش عصير؟ لحظه برك، لحظه برك، لحظه برك، بلديه موجوده وكل يوم ترفع الفضلات. ما انا نسكن هنا في المنطقه هذه، قلت لك هو الحد ما بين التضامن والمنيهله هو الرومبوا هذا، واضحش ناس تجيب من غادي وطيش خاطر ثما كي تحكي معاها تراكتورات ما تدورش في الزناقي باش تهز العباد اللي هذا يهز صاشي ها كيما السيد يهز صاشي وطيشها غادي. هذا جا من حي تضامن، هذا جا من حي تضامن، جا من حي تضامن ما عندوش وين يطيش في حي تضامن، جا طيش هنا. بالنسبه للسياج هذا البلديه في 2016 ولا 2015 اعطتها المقاول خدمها ركحها امورها تعرف شنو يسلم يسلمها لهم. فكانت غازون البلاصه هذه كانت غازون فيها شجر، كانت اي 16 وشجر شجر كل مره تطير شجره وسياج كل مره يطير قرياش هاك شو فيه. احنا كي تقعد فما مساحات خضراء تكون حاجه تبع الدوله تكون فما عليها رقابه نورمالمون. اي مش ابار الرقابه نورمالمون تعرف شنو هي ما ثماش رقابه ينجموا يكرهها لاي مواطن يعملوا عليهم توجيه تكره العباد ويعملوها مناجل صغيرات تلعب فيها فهمتني ولا هي ما هذه تعرف شنو هي الناس كل ما تعرف شنو هي اختار راسي وضرب. قلت لي المنطقه هذه مهمشه مهمشه برش مهمشه برشا برشا. انت كان يعجبك هكا مكتب هذاك وهذا اللي سي وهذا يصطاد وفي صغيرات وهذا في الشتاء ما يعديش الماء من هنا الغادي تسمع فيه ولا لا معناه مش يمشي يقرا يمشي بالماء لهنا والا يعديه كم يوم. هل يعقل هذايا؟ وهذيك دار الرئيس معناه دار الرئيس معناه من 2000 متر تكون بعد دار الرئيس وهذه اللي يعقل هكا يعقل هذه هم رم البلديه يوميا تهز الزبله يوميا شيء لبسيت لبسيت لهنا لبسيت سيرتو في المحكي حكيت لنا على النقطه ذيك النقبه هذيك صور النقبه ذيك يدخلوا للدار نتاع المدير هاني محروقه قديمه يدخلوا يعملوا متروك يعملوا ويلي يحبوا يمشوا واللي يسير ويقرر محلول اللي يسير محلول يخدم ورهاني هانم يدخلوا من غادي بالليل يعملوا اللي يزورهم ويطلعوا. انتم زاد كسكان المنطقه هذه كي تراو حاجه علاش ما تقولوش؟ وين نراو حاجه نهارتي ونسكن هانا نجيب زبده نحطها في البوبيره ناخذ الاخر ونطيح. ما فماش رقابه جمله هنا. البسيت فيها اكثر من واحد. تو الصغار يبدوا يلعبوا غادي ها نورتيهم. والزطله والحريب مش غادي. موجود. موجود. ال 24 على 24. صغار وكبار يدخلوا من النقبه هذيك ياخذوا امورهم ويخرجوا. واللي سي قري ها واللي سي قري يخسر جوج متر بيناتهم. ما فماش ما فهم شيء ما فهم شيء العساس شنو هي وجي الصباح وبعد يمشي غوم على راسو. الحديد هذا قصوه باعوه بالكيلو. انا هو ها الحديد هذه كلها كانت مسيجه هكا كانت مسيجه كل وتباع وهزوه وباعوه. هاك تشوفي الحاله مسيجه كل وقصوه هزوه نحوه وباعوه. كانت جنينه وكان بريير وكانت نظيفه وكان منتزه نظفوه يا اخي عاود الزبله واحد هاك تشوف هاك تشوف. تقصير منين؟ من شكون؟ كل من المواطن ومن البلديه ومن الكل الاكثريه المواطن نرجعوا للرسمي البلديه تنظف كل يوم تجيها التراكس تنظفها تريقلها ترجع هاك تشوف الزبله من غير وقت 11 10 9 8 وقت يظهروا لوح الزبله فهمتني؟ اي اما السياج هذا وقتاش تنحى؟ تنحى ما بديه ما عندوش برشا هذاك تو هذا عندها نحوه قصوه تسرق تسرق وهمال هاك تشوف هاك تشوف هاك تشوف هاك تشوف هاك تشوف الزبله وقتها يجي تبع الدوله تبع الدوله تبيع نظفت الدوله نظفت والبلدي نظفتها كانت جنينه وتجي العباد تتبنك فيها وتجي الصغارات تلعب هاك تشوف شو ولت مهمشه ولت مهمشه وراو الاكثريه مش نكلموا شو ما نظلموش العباد الاكثريه مش بلدي اكثريه همجين تاع المواطن واكثريه وزخم تاع المواطن هاك تشوف مو عندك وقت تاع الزبله حشاك جيت لواحد في وقت لا يجيبها التسعة لحداش ماضي ساعة وقت يبربش من هنا يفرقها تروح الفرعون هكا هذيك هذيك مو ثم وقت ثم نظام ثم نظام مش تعيش فيه انت زبد جيب الصباح مثلا من التسعة للثمانية ولا من السبعة للثمانية تتلم الكل لا يجيب في الحداش ويجيب في التسعة ويجيب في نص الليل ويجيب في ماضي ساعة ويصب عاملين جد الحاويات هذوك هاك مش جد الكل
فهمتني؟ شويه 15 دقيقه تلقى يصب لوط ويخلي الواحد هكا ودي ما تمشي. احنا المراه كبيره ها ولدي ونعرفني ونسكن. نجيبها نطرف الدنيا، عليه؟ علاش جا في وقت؟ علاه ما نسيبوش البلديه تدور في لنا قبل كانت بوحده بغل وكريت الدور في لنا وتعب. تو ما عادش الكماين ما عادش الدور في النهج. عليه؟ ما تدخللكمش لداخل؟ اه ما تدخلش لنا الزنق جمله. تخلي بجربي واحد ماخذ 50 متر. تحطي قدريه كيما كي تحت دروج. يدخل قطوس حشاك يفرتها والريح. ترضي انت يا كايا؟ 50 متر وهذيك الدار تسكني فيها وهذه من هنا هيك الزبل. كان بعيد شويه على هونيا؟ لا بعيد ها ودي اه غادي فوق فوق خلاص. عليه؟ علاه ما يسيبوش الماين الدور كيما كانت قبل؟ قبل كانت كريطه حشاكو بهيب يدور ويدقوا على الديار ويهزوا. لا اي نهج لما من 100 نحن ساكنه في نهج 1671 تو 3 سنين ما دخلتش لين. كانت تدخل لكم قبل 3 سنين؟ كانت تجينا كل يوم، تو ما عادش تجيب الكياس الرئيسي وكاهو. ها؟ عليه؟ عليه هكا ربي قيل؟ وانت كل يوم هكا تجيب كل ستار. يوم رسميا وهذا شهر رمضان، كل يوم رسميا نجيبها هنا. عليه؟ أنا مرة مريضة بالسكر وبالدم، ساعات نعثر نطيح. تحبوا ترجع تدخل لكم كالعادة لل ترجع تدخل لين عليه؟ تدخل وتلم ما يسالش عليه؟ جينا برباوات تجي كاك كل كمرة جت كاميون. انا احنا مش نتابعين البلديه، نحنا مقاولي يعدش به راه مقاول حبس كاميون تخنع اللوح الزبي في الساعه وخلان. بنيتي كيفاش يجي منه 50 متر وانت ترقدي وانت تحطي بدون الزبله بالجمعه تقعد تعود الدود يمشي؟ هنقدر ربي كل يوم رسميا نجيبوه كدسوه هنا عملوا الحويات بعده ما خاصك تو كان باش توصل لجبال بن عمار. اختي كنا تمشي القدام في الحي في الحي في الكياس الزبله تو ما عادش لا كراهب تتعدى ولا بشر يتعدى في الكياس تو انا هبطت بالموتور ما فما حتى زبله في الكياس. مأساة من خضره منها مأساة مانيش عارف كل واحد يقول برا يكدسوها في النهج نهج رئيسي حتى البراكاجات نهج رئيسي يحطوا فيه في الزبله في كياس سوي تو انا هبطت حتى واحد مساكين ما عادش ينجم يتعدى تو كراهه بالنعمه تتحفز فيها وتتعدى مأسيت زبله مكدسه في الكياس في قلب الكياس يا ودي تو هاني انت من هنا وانا هبطت مشيت نشري الخضره رجعت نلقاها معبي على الكياس معبي. هي تهبط امراه ولا راجل كبير عقاب الليل هنا في البلاصه هذه بالضبط يخرجوا منها ولا يخرجوا منها يتبركوه ياخذ تليفون فلوس اللي يجي ما فيها حد شيء حتى بوطوطه وما فيهاش حومة قيس سعيد هذه ها ونسكن قيس سعيد هو الحال هكا اللي قلت لك عليه موجود ريت اللي سي هذاك الانواع كل في وسطه من داخل الانواع كل البراكاجات ديما موجوده موجوده في 24 على 24 ابداها من مدينه هذا نتاع الليل وانت ماشي براكاجات هنا الذري تدخل اللي سي غاديك جميع الانواع اجي في الليل وشوف لا جبت طريه لهنا قبل منين كان فهمت الشرب ذا يشربوا بها غير كل شيء يعني موجود قبل رمضان تقصد قبل رمضان رمضان فيه الحرام وفيه الزطل وفيه الدنيا كل اما قبل رمضان تلقى فيه حاط الشرب. بالنسبه لهذيا بلاصه خايبه برشا بالنسبه لهذيا يعني الواحد كي يروح التاسعة العاشرة ما يجوش يتعدى من هنا انا نروح كل يوم من هنا ماهيش لاباس حتى الطر في كل بلاصه في الاحياء الشعبيه ما نعرفش في رمضان في كيك سوا في اي حاجه الامور مش لاباس لو ليه وزاره الداخليه تعمل لنا هكا كل مره دوره تفرهد الامور مشيت الامور قبل الامور باهيه وقت لونطري نتاع القراي ولت عز بليت اي واحد يمشي في اي وقت انت ولا انا اختي ولا امك ولا اي واحد يحوس اموره واضحه يختفي الامن يكثر البركه جيت خاصه في الليسيات قدام اي فما ليسي وهاو فما بالليسي اخر بحضينا شو بالنسبه للليسيات انا نقول لك بلاصه عباد تبيع فيها انواع المخدرات تصورها انواع المخدرات تصورها انت في بالك في الليسيات قدام الليسيات عباد تخدم فهمتني بيع في زطالي وتوا سيكسي بتاع زطالي ماخذ سيكسي كبيره برشا انا نقول لك من الاخر عباد انا نقول لك 11 سنه كيف في الزطل
الوالدين انا واحد من الناس عندي راه ولاد انا واقف عليه، ريت انا عندي بسكليت خيرت باش نخدم باش نقرب له باش ربي يصلح رايه، كاينه واحد ما نعرفش كيفاش بار تليفون نروح ديما كذا في رمضان ما نخليهوش يبعد على الدار، يعني وريك بلادنا ماهيش لاباس وفي حي تضامن ولا في اي بلاصه موجوده راهي الحكايه دي بركه جات موجوده.